مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي، انا مامة شادي. ليه هو شادي فين؟ شادي بخير، بس انا بكلمك عشان اقولك انه مش هيطلع معاكوا رحلات تاني. ليه هو متضايق؟ لو في اي حاجه مضايقه احنا ممكن نتغير. دول باقيين عليك يا ابني، فكر. لا يا حبيبتي، شكلها كده مفيش فايده. طب ما تديوني اكلمه. عايزه تكلميه؟ لا يا حبيبتي، ده نايم. نايم؟ لو ده خليت نكدب.